احلى مشروب، احلى مشروب البارد الايس موكا، وهتكون تجربة حلوة. طبعا انا جربت المشروب البارد الايس موكا، حتى عليها شوية اسبريسو، يعني هو اللي فتح نفسيتي المحل. يلا بينا هنجرب بقية الايس موكا وقال لكم رأيي فيه بعد التجربة دي. واذا اعجبكم الفيديو اشتركوا وعملوا لايكات وتعليقات حلوة وتفعيل الجرس، وعايز يكون في تفاعل، عايز يكون في تفاعل. ويلا بينا نجرب الايس موكا. حلو المشروب، عايز اقول رايي فيه. المشروب ده حلو، لا هو سكر زياده ولا هو سكر عالي. لا المشروب يا محبين المشروب الايس موكا، طبعا المشروب ده حلو وخفيف، يعني سكره حلو وهادي. وكانت تجربه حلوه ورائعه مع المشروب البارد الايس موكا. وشكرا لكم، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات.